وفيما أحدثت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي حول اليوم التالي لغزة خلافات داخلية، قالت صحيفة معاريف إن خطة جالانت تلبي توقعات الغرب بقيادة الإدارة الأمريكية لانتزاع بيان واضح من القيادة السياسية الإسرائيلية حول اليوم التالي لحرب غزة. وتقول الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع رفيع المستوى إن نتنياهو غير قادر على اتخاذ قرارات على نطاق اليوم التالي، لكنه قادر على عرقلة وتشويش حلول الآخرين الذين يختلف معهم. ويشير المصدر إلى أن الإدارة الأمريكية قد تصالحت مع فكرة أن حماس لن تختفي من قطاع غزة بحسب الصحيفة، وأن الهدف الأمريكي يتجه نحو إضعاف حركة حماس بحيث لن تكون قادرة على تنفيذ هجوم عسكري آخر مثل ذلك الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي. أستاذ عصمت منصور المتخصص في الشأن الإسرائيلي معي من رام الله. أستاذ عصمت أهلا بك، رأيك فيما تقوله معاريف بأنه، خلينا ناخدها نقطة نقطة، يعني أمريكا ارتضت قبلت بفكرة أنهم لن يستطيعوا الإنهاء على حماس بشكل كامل، لكن فرضية إضعاف حماس هي الأكبر مع ضمان عدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر. هذا تغير كبير، وعلى عكس ما يقوله نتنياهو دائما على أنه يريد الإنهاء والقضاء الكامل على حماس. مساء الخير أخي محمد، تحياتي لك والمتابعات والمتابعين. يعني ما تقوله معاريف وما قاله جالانت في مؤتمره الصحفي الذي تحول إلى نقطة تحول، يعني هذا أصبح نقطة تحول ومفصل في السياسة الإسرائيلية تجاه غزة وتجاه الأوضاع المستقبلية في قطاع غزة، وهو شبيه بالكلمات التي استخدمها أيضا بلينكين عندما قال لن نلاحق حتى آخر جندي في حماس، بمعنى سيبقى هناك حماس، ستبقى فكرة حماس، ستبقى برنامج حماس، حماس ليست موجودة في غزة لوحدها. وبالتالي يعني ما يطرحه نتنياهو هو قضاء ونصر ساحق ماحق وقضاء كلي على حماس، هذا شيء يعني ترجمة الحرفية صراع إلى الأبد ومفتوح واستنزاف مستمر لسنوات وبقاء إسرائيل في القطاع لسنوات طويلة. لذلك يعني هذا المقال أو هذا التقرير هو عمليا يلخص التوجه الذي بات العالم ينظر إليه بواقعية لمستقبل القطاع. وجود فكر حماس وتنظيم حماس وقوة من حماس في قطاع غزة دون قوة صاروخية، دون كتائب منظمة، دون سلطة وحكم، هذا أمر لا يشكل تهديد. هذا يضمن كما يعني يقول بعض الإسرائيليين أن لا يتكرر 7 أكتوبر، لن يكون 7 أكتوبر آخر من قطاع غزة، وبالتالي هذا يسمح بالبدء بترتيب الأمور والنظر إلى اليوم التالي. وهذا طبعا يعني ما يتهرب منه نتنياهو. من له السلطة أكثر حينما يختلف وزير الدفاع ورئيس الوزراء؟ من له السلطة في الحسم الأكثر؟ يعني نحن أمام خلاف ما بين جالانت وما بين نتنياهو في اليوم التالي لإنهاء الحرب في غزة. إذا احتكمنا للقوانين الإسرائيلية باعتبار إسرائيل ليس فيها دستور، وبالتالي لمن له الغلبة في هذا الأمر؟ لنتنياهو طبعا. نتنياهو هو رئيس الوزراء وهو منتخب وهو يملك صلاحية تشكيل حكومة. هو سبق أن أقال جالانت عندما وقف في وجهه، وهذه ثالث مرة يقف جالانت، واحدة منها عندما وقف في وجهه في وجه الإصلاحات القضائية، عندها أقاله نتنياهو وهو قال أنا يعني أعبر عن مخاوف المنظومة الأمنية التي أرأسها، أنا أرأس منظومة أمنية متشعبة هي التي تحتك في الميدان وهي التي ضمانة لأمن إسرائيل، ورأيها يجب أن يؤخذ بالاعتبار، وطرح رأيها في حينها بسبب رفض الخدمة والطيارين وعزوفهم عن الخدمة. وأيضا هذه المرة يكفي. لذلك نتنياهو يملك صلاحية نظريا، يملك صلاحية إقالة جالانت، يملك صلاحية حل الائتلاف وإعادة تشكيله من جديد، لكن هذا من حيث القوانين المجردة. لكن من حيث القوة المعنوية والأخلاقية والسياسية، أنا أعتقد جالانت اليوم هو أقوى. بمعنى جالانت يظهر وكأنه ينسجم مع التوجهات الغربية كما جاء في التقرير، هو يسعى إلى خلق ائتلاف عربي إقليمي أمريكي دولي وداخلي إسرائيلي لخلق واقع جديد، بينما نتنياهو يتمسك بائتلاف متطرف منغلق على نفسه منبوذ دوليا ومعزول إسرائيليا من سموتريتش وبنغفير. ولذلك أنا أعتقد أنه ما يطرحه جالانت
شكل زلزال في الحياة السياسية الإسرائيلية وأعطاه قوة، والآن نتنياهو مشلول لا يستطيع أن يواجه هذا التحول. كانت عصمت هناك بعض الكتابات، لا أدري أنت أدرى مني بها، وهي كانت تقول لرئيس الوزراء حرية الطلب، يعني من حق نتنياهو أو أي رئيس وزراء إسرائيلي أن يطلب من وزير الدفاع أي طلب، لكن حقية القرار في يد رئيس في وزير الدفاع. قد يطلب نتنياهو من جالنت، لكن جالنت من حقه أن يقرر، هو الذي يقرر إذا كانت المؤسسة العسكرية جاهزة مثلا لهذا الأمر، أو أنه قد ينطوي على أخطار ليس من حق ولا من قدرة المؤسسة العسكرية القيام بها. فالقرار الأول والأخير ليد المؤسسة العسكرية، يعني قد يطلب رئيس الوزراء لكن قد لا يلبي أو لا تلبي المؤسسة العسكرية. دعنا ننتبه لقضية مهمة وهي جوهرية اليوم في نقاشنا اليوم، أنه هي الأمور ليست ميكانيكية وليست مفصولة بشكل ميكانيكي، هي متداخلة. صحيح المستوى السياسي يضع سياسة، من يترجمها على الأرض ومن يطبقها هو المستوى الأمني، وطبعا جالنت كوزير للجيش والدفاع، لكن بعد 7 أكتوبر دائما كانت توصيات الأجهزة الأمنية مقدسة، لا يتم القفز على هذه البقرة التي لا يمسها أحد، بكرة مقدسة، ودائما كانت توصياتهم هي التي تعطي شرعية وتحلل وتعطي غطاء لأي قرار سياسي، حتى لو كان انسحاب من أراضي أو غيرها أو إطلاق سراح أسرى أو أي قرار إشكالي في إسرائيل، كان يكتفى أن يقال أن المنظومة الأمنية توصي بذلك، وهذا يعتبر أمر مغلق. نحن منذ 7 أكتوبر أمام ظاهرة جديدة. الآن المنظومة الأمنية تتعرض إلى هجوم، هجوم له سببين. من جهة نتنياهو يريد أن يحمل المسؤولية بالفشل على المنظومة الأمنية وأن يحاربها وأن يضعفها كي يلقي كل المسؤولية عليها، ولكن أيضا هناك المستوى المتطرف الذي يرى أن هذه المنظومة تقف عثرة أمام مشاريع الاستيطان ومشاريع التوسع ومشاريع التهويد ومشاريع البقاء في غزة، ولذلك كلما طرحت المنظومة الأمنية قضية يقول لهم بن غفير وسموتريتش أنتم فشلتم وجربناكم والآن دورنا، وبالتالي يحاولون أن يطعنوا في شرعيتهم. وأعتقد هذا الصراع سيؤدي في النهاية إلى إقصاء بن غفير وسموتريتش، لأنهم يقوضون أساس أهم عنصر قوة في إسرائيل وهو المنظومة الأمنية وقوتها واستقلاليتها وقدرتها على ملائمة نفسها مع الوقائع والتطورات.